هنتصور سوا حالا. احنا معانا حالة ليمفيديما، اخواتنا من الأردن، الحمد لله جولنا مخصوص على السيرة بتاعتنا والسمعة، ربنا يجعلنا عند حسن الناس جميعا. الحالة دي كانت حالة تورم ليمفاوي شديد جدا، كان مؤثر عليها في الوقوف والحركة، وكان عندها كمان خشونة في الركبة شديدة. الحمد لله زي ما انتوا شايفين رجليها يعني شبه طبيعية، يعني خلاص احنا ده الحجم الطبيعي بتاع رجليها بعد 6 أيام فقط من العلاج. قدرنا الحمد لله بفضل الله الخشونة رجليها اتحسنت بالركبتين، والتورم احنا خاسين على القياسات يعني من كل حتة، في 10 سنتي وفي 7 سنتي وفي 9 سنتي، يعني اجمالي مثلا حوالي 40 سنتي من رجليها كلها. لو خدنا فصصنا المقاسات حتة حتة هنلاقي الإجمالي بتاعه يعدي 40 سنتي ما شاء الله من كل ناحية. قولي لهم انت بقى التجربة بتاعتك عندنا. الحمد لله ان لقيت العلاج، علاج الغدة الأنفوية حكون ما في لها علاجات، بس الحمد لله. ايه رأيك بعد الجلسات؟ والله الحمد لله ممتازة. الحمد لله. الحمد لله. انت من تاني يوم قلتي حسينا ما شاء الله ما كنت اقدر ارفعها. بالنتيجة. ما كنت اقدر ارفعها. الحمد لله ما كنتش قادرة ترفعي رجلك. ومن تاني يوم الحد